قروض جهاز المشروعات الصغيرة هي من اسمها واضحة جدا انها قروض مختصة بالمشروعات الصغيرة او متناهية الصغر، ودي بيحصل عليها اي شاب او اي شخص سواء رجل او امرأة عنده مشروع او عنده فكرة مشروع ومحتاج تمويل مادي علشان يبتدي يطور من شغله، او اي شخص عنده الفكرة فقط ولسه ما بدأش المشروع بتاعه ومحتاج التمويل ومحتاج قرض بسيط علشان يبتدي يأسس مشروعه ويبدأ حياته العملية، فبيكون بالنسبة له قروض جهاز المشروعات الصغيرة هي الاساس اللي يبدأ عليها حياته. الفائدة اللي بتحسب على قرض جهاز المشروعات الصغيرة لأنها بكل الشباب بتكون فائدة بسيطة جدا وهي 5% فقط، ودي علشان تساعد الشباب ان هم يبتدوا يشتغلوا وان الفائدة ما تكونش عبء عليهم. في البداية لازم نعرف الفرق في طريقة الحصول على قرض جهاز المشروعات الصغيرة، سواء كان عندنا فكرة مشروع او ما عندناش الفكرة، او عندنا بالفعل مشروع قائم بذاته وشغال ولكن محتاج تمويل علشان يبتدي يطور من شغله. في البداية لو في اي شخص عنده فكرة مشروع ولسه ما اسسهاش وعايز ياخد قرض علشان يبتدي يشتغل، كل اللي عليه يعمله ان هو هيروح لمقر جهاز المشروعات الصغيرة في المحافظة اللي هو تابع ليها، وبيكون مع حضرتك دراسة جدوى للمشروع اللي انت حابب تعمله وتاخد عليه القرض، بيتم تسجيلك وبيستلموا منك دراسة الجدوى وبتدخل اللجنة، وبعد فحص اللجنة لو شافوا ان المشروع بتاعك فعلا مشروع كويس بيتم الموافقة على منحك القرض بكل سهولة. اما لو عند حضرتك مشروع قائم بالفعل ومحتاج تمويل علشان تطوره، لازم وانت رايح بيكون معاك سجل تجاري وبطاقة ضريبية وايضا عقد الايجار ويكون موثق في الشهر العقاري او عقد تمليك لمكان المشروع اللي حضرتك بتشتغل فيه، وطبعا بطاقة الرقم القومي. والاوراق بالكامل بتتحط في ملف بلاستيك وبتدخل لجنة فحص، وبعد اللجنة ما بتستلم منك الاوراق بيطلع لك لجنة منفصلة علشان تيجي تعمل معاينة لمكان المشروع اللي حضرتك بتشتغل فيه علشان يشوفوا بالفعل الضمانات اللي حضرتك قدمتها بالفعل هي خاصة بالمشروع ده ولا حضرتك مقدم ضمانات وهمية. وفي حالة ان اللجنة المختصة اتأكدت من موقفك القانوني والتجاري الخاص بحضرتك بيتم الموافقة على منحك القرض اللي اوقات بيوصل ل 5 مليون جنيه في بعض القطاعات الاقتصادية.